مرحب فيكم أعزائي المشاهدين مرة تانية. والطبق الثاني لحلقة السلمون حيبقى ميني تارت بالسلمون أو فطيرات صغيرة. كتير الوصفة سهلة ونشوف سوا الطريقة. ميني تارت بالسلمون: باكت مربعات عجينة بوف بيستري، 2 قطعة ورق غار، 1 قطعة سمك سلمون، ربع ملعقة صغيرة ملح، ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، 1 ملعقة صغيرة برش ليمون، 1 ملعقة كبيرة عصير ليمون، نصف كوب جبن كريمي لين، ربع كوب كريمة سائلة، 2 ملعقة كبيرة جبن بارميزان، ملعقة كبيرة بقدونس مفروم. أعزائي المشاهدين، الوصفة اللي حنعملها تارت صغيرة أو فطاير صغيرة محشية بالسلمون، حشوة كتير لطيفة وبتقدروا تستفيدوا منها كمقبلات، كعنا مثلا بوفيه، عنا عيد ميلاد، يعني فيكم تستفيدوا منها بعدة مناسبات لأنها كتير لطيفة. نبتدي وصفتنا بتجهيز مي مغلية. ما عنديش طبعا عيار للمي، حسب كسرولة فيها مي مغلية بالشكل هذا. هحط فيها أي نوع من المطيبات أنتوا عايزينه، ممكن أحط مثلا شرائح ليمون، ممكن أحط ورق غار، ممكن أحط فصين هيل، ممكن أحط عرقين بقدونس، عرق ريحان، حسب ما بتحبوا من المطيبات بتقدروا، بس عشان تعطينا فليفر أو ريحة طيبة. ممكن شرائح بصل، بصل أخضر، فصين توم، زي ما بدكم. أي شيء بنحطه بالشكل هذا. هحتاج مصفاي، ممكن أستعمل مصفى بالشكل هذا أو أي نوع من المصفى، أو إذا عندكم نفس الكاسرول اللي عم تستعملوه ساعات بيبقى معاه مصفايته بتقدروا تستعملوها. هحط المصفاي بالشكل هذا ونبتدي ناخد قطع السلمون ونحطها بالطريقة هاي. هنسيبها على النار، طبعا هي عم تنطبخ على البخار، كل شوي بنقلبها. هنلاحظ انه طبعا اللون الاورنج هذا صار لون اورنج برضه، حيضل اورنج ولكن فاتح، حيتغير اللون. مجرد ما تغير لون السلمون معناه انه استوى. بنقلبها بالشكل هذا كل شوي. طبعا انا ممكن اكون مجهزة السلمون وطبخه ومحطه بالثلاجة قبل بوقت، لانه هذه الوصفة محتاج يكون السلمون عندي بارد ومجهز، وخلينا ننتظر لغاية ما نشوف خطوتنا الثانية. بنقلب السلمون عدة مرات طبعا عشان أتأكد إنه استوى من كافة الجوانب. مش شرط 100% يستوي لأنه لسه حيدخل الفرن، ولكن عشان ما يكونش في عنا ما نستعملش السلمون ناي، يعني إحنا هيك حنخليه على جنب ونبتدي نجهز خطوتنا التالية. خطوتنا التالية اللي هي العجينة اللي حنستعملها، حنستعمل عجينة الباف بيستري المربعات اللي بالشكل هذا. طبعا كمية العجينة على حسب حجم القالب اللي انتو بدكم تستعملوه، حسب كمية الحشوة اللي حابين تحطوها في داخل كل تارت، فهذا حسب رغبتكم. ممكن استعمل القوالب الكب كيك الكبيرة اذا بدي اعمل تارت كبيرة شوي، او احنا اليوم حابين نستعمل قوالب الكب كيك الميني اللي بالشكل هذا. هخلي القوالب على جنب وابتدي اجهز العجينة. هحتاج ممكن ناخد المات، خلي المات قدامنا بدل ما نقطع مباشرة على البورد. نحط قطعة عجينة الباف بيستري بالشكل هذا، وعنا قطاعة البيتزا. هقطع كل مربع إلى 4 مربعات. باخذ المربع وبحطه في داخل قالب الكب كيك، بضغط ضغطة خفيفة بس أتأكد إنه الجوانب عم تتغطى كويس. لاحظوا إني مجرد بضغط ضغطة خفيفة على الجوانب، مجرد إني أتأكد عشان طبعا لما أحط الحشوة يصير عندي القاع والجوانب مغطيين بالعجينة. نجهز كل القوالب
خلي القالب على جنب وابتدي اجهز هلا الحشوه. بس يبرد عندي السلمون شوي، يعني ممكن يصير دافي، بقدر اعمل خطوتي التاليه. اعزائي المشاهدين، لتجهيز الحشو هحتاج جبن كريمي. طبعا الجبن الكريمي يفضل دائما اني اطلعه من الثلاجه قبل بوقت عشان يبقى لين، اقدر اهرسه او اقلبه بالشكل هذا. هنحتاج برش ليمون لتعطيني طعم كتير طيب مع السلمون. هنحتاج رشة ملح، كل المكونات مع بعضها، الفلفل الأسود، الكريمة مش هحطها كلها، خلينا أحط حوالي معلقتين كبار وأشوف على حسب ما هحتاج. شوية جبن البارميزان، إذا مش موجود عندنا البارميزان ممكن أستعمل جبن رومي مبشور في منتهى البساطة. هاخد شوية بقدونس وشوية عصير ليمون. متخيلين طعم الحشوة قديش هيبقى لذيذ. وابتدي هلأ أفتت السلمون والمسلوق على البخار بالشكل هذا. خلينا نشيل القشرة، كتير بسيطة وسهلة، بتنفصل معنا في منتهى السهولة. وابتدي أفتت بالشكل هذا. خلوا بالكم يمكن وإحنا بنفتت السلمون نصادف بعض الشوكات أو الشوك سمك، مش دايما ولكن نكون حريصين. بنلاحظ كيف القشرة هاي الذهبية أو الفضية، سبحان الله كيف لونها جميل، تنشال في منتهى البساطة. وأفتت بهالطريقة هاي. ممكن أجهز الحشوة وأخليها بالتلاجة كاملة، السلمون مع الجبن، كل الحشوة مع بعضها، وأقدر أستعملها وقت اللزوم. بس ما نحطهاش بالفريزر، ما حينفع، لأنه الجبن الكريمي هيك والسمك مش حيبقى لذيذ لو حطيناه بالفريزر. يبقى فتتنا كل كمية السمك بالشكل هذا. طريقة السلق على البخار من برضو ألذ الطرق. هلأ أنا هستعمل أطراف إيدي، خلينا نشيل المعلقة هذه على جنب، وأبتدي أدعك كل هالخليط مع بعضه. عشان وأنا بدعك خلوا بالكم عم بحاول أفتت السلمون عشان يصير عندي زي كأنه خليط كريمي، وهذا هيبقى سهل توزيعه على التارت. أنا بدي هيك زي المعجون، بس ما فيني أطحنه، يعني ما نحطه بمحضرة الطعام، ما نهرسه، لا بدي اياه يبقى هيك في بيسز من السلمون عشان نستمتع بطعمها لما بناكلها. أعزائي المشاهدين، هاي خلصنا المرحلة الثانية، ونبتدي بعد هيك خطوتنا لتوزيع الحشوة. أعزائي الحشوة جاهزة، الباف بيستري محطوطة في القوالب، ونبتدي نوزع الحشوة. أسهل إشي نستعمل معلقتين بالشكل هذا. طبعا زي ما ذكرنا قبل شوي كمية الحشوة فيكم تكتروا وتقللوا زي ما بدكم، بس على الأقل شي معلقة صغيرة في كل قطعة من العجينة. الجماعة اللي بيبقى صعب إنهم يحصلوا على السلمون الفريش، ممكن ببساطة هذه الوصفة أنفذها بالسلمون المدخن. نفس المقادير، مش هحتاج طبعا إني أسلقه لأنه بيبقى مدخن جاهز للاستعمال على طول. بقى بنوزع كمية بسيطة. عندي هلأ التارت أصبح جاهز يدخل الفرن، ما بغطي، ما بعمل أي شيء، مجرد بالشكل هذا. أدخله الفرن على درجة حرارة 180، بأخذ حوالي 15 دقيقة. طبعا أنتوا حتلاحظوا أنه حبة التارت العجينة من الأطراف اتفتحت وأخذ لون ذهبي لطيف، ما بيحتاج وقت أطول، خلوا بالكم لأنه اوريدي هو مطبوخ وما بيحتاج أبدا فترة طويلة بالفرن. أعزائي المشاهدين، بنقدمه زي ما قلنا مع البوفيهات، عزومة حلوة، طبق راقي، أرجو أنه يعجبكم. ونبتدي نجهز طبقنا الثالث. سلقنا السلمون على البخار، قطعناه إلى قطع صغيرة، جهزنا مكونات الحشو مع بعضها، وزعنا الفطاير على القوالب، وزعنا الحشو على الفطاير وخبزناها.
تارت بالسلمون، باكت مربعات عجينة باف بيستري، 2 قطعة ورق غار، 1 قطعة سمك سلمون، ربع ملعقة صغيرة ملح، ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، 1 ملعقة صغيرة برش ليمون، 1 ملعقة كبيرة عصير ليمون، نصف كوب جبن كريمي لين، ربع كوب كريمة سائلة، 2 ملعقة كبيرة جبن بارميزان، ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.